نعم يا شيخ، وش حكم الطربوش اللي له زائد؟ الطربوش اللي فيها الرف هذا. نعم اللي فيها الرف. ايه والله انا اكرهه، اكرهه لسببين. السبب الاول انه عادة حادثة، وانا احب من المسلم ان لا يتغير عن عادته الا الى عادة احسن، عادة احسن ولم تخالف الشرع. والثاني ان هذا الرف يؤثر على العين بحيث تضعف عن مقاومة شعاع الشمس. خلي المسألة على طبيعته ولا يضر. ولقد أمسكت شابا عليه هذا الرف في الليل بعد العشاء، قلت وش تبي هذا البقية؟ ولا ما تلبس طواقي مثل الناس. قال عن الشمس احنا نعرف ولا خير. إن الآن بعد العشاء كيف العشاء؟ شوف شلون التقليد الأعمى. فأنا أكرهها لهذين السببين، وأقول ينبغي لنا أن نكون أعزة في أنفسنا، أقوياء الشخصية، وألا نتحول عن عاداتنا إلا إلى ما هو أحسن منها بشرط أن لا يكون مخالفا للشرع. أما كوننا نتلقى كل شيء يجي فهذا غلط. نعم حتى هذه أنا ما أرى النظارة الشمسية، ما أراها إلا إنسان تحتاج عينه إليها. أما بدون حاجة غلط، لأنه ما يتحمل فيما بعد أن ينظر إلى الشمس بدون النظارة. حاول أن لا تلبس النظارة لا الشمسية ولا غيرها إلا إذا احتاجت العين لهذا، بحيث أنك إذا تركت النظارة الشمسية دمعت العين وسخنت، فهذا لا بأس حاجة. قل لهم كذبوا. في شيوخ كبار جدا ينظرون إلى الهلال ولا ينظروا الشمس، اللي عنده نظارات الشمس ما صار، لكن العين ترى مثل الجسد اللي غير. إذا شفت التعبان من مطالعة أو تحديق في شيء وتوقف، كما أنك إذا قصرت توقف عن المشي، يعني هي عضو من الأعضاء فيها علامات السليم.